رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبحضور مسؤولين حكوميين ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف يفتتح بالمقر الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالمعمورة متحف كرة القدم المغربية، متحف أقيم على مساحة قدرها 2100 متر مربع. الجميع يجمع على أنه إنشاء وخلق متحف لكرة القدم يعيد ترتيب هذه الذاكرة ويعيد يعني صياغتها هو شيء ضروري أولا للحفاظ على هذه الذاكرة، ولكن أيضا لنعيش الحاضر، لأننا سنمكن الشباب والأطفال المغاربة من زيارة هذا المتحف إن شاء الله. المتحف الذي حضرت أيضا حفل افتتاحه نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الوطنية بمختلف أجيالها يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ كرة القدم الوطنية الذي بدأ سنة 1906 من خلال عرض صور فوتوغرافية وتحف تتعلق بكرة القدم، بما يوفر لجميع الأجيال وخاصة الشباب فرصة للتعرف على إنجازات اللاعبين المغاربة. متحف وطني يقدم لنا صورة كاملة عن تاريخ الفرق الوطنية المغربية منذ تأسيسها في بداية القرن العشرين وحتى الأندية المغربية، إذن فهو متحف جامع وطني، إنه فضاء للعرض الدائم وفضاء للعرض المؤقت، بالإضافة إلى فضاءات أخرى مهمة هي للعموم، مثلا لدينا مركز للبحث والتوثيق في كرة القدم المغربية. ويعكس إحداث المتحف الوطني لكرة القدم العناية المتواصلة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمحافظة على الموروث التاريخي والحضاري والرياضي للمملكة المغربية وتثمينه.